برحب بحضرتك طبعا على شاشة قناة نادي الزمالك. عايزة أعرف منك رأيك في المباراة ايه النهاردة؟ النهارده الماتش كويس واللعيبة أدت اللي عليها، وبحيي اللعيبة اللي هي عملته، مش مهم عادي، وبإذن الله اللي جاي أحسن وعادي، يعني مش مهم، نعوض في اللي جاي إن شاء الله. يعني هو الزمالك كان داخل المباراة، أنا حاسس اللي هو كان حاسس المباراة سهل عليه، وحاسس الزمالك اللي كان داخل وحاسس المباراة في المتناول، فالأداء ما كانش جيد للدرجة بتاع كل مرة، لكن هي مباراة في الأول وفي الآخر هي شرفية ومباراة يعني ودية. هي كرة أول حاجة مكسب وخسارة، والفريق الأيام اللي جاية طبعا عندنا السوبر المصري، هنعوض بإذن الله، وهي دي كرة القدم. هي مباراة طبعا صعبة، كلنا عارفين الهلال يعني فريق فيه محترفين على أعلى مستوى وجهاز فني كويس، واحنا عملنا مباراه كويسه وخسرنا ضربات جزاء برضو يعني حظ في الاول وفي الاخر، والصفقات بتاعتنا الجديده يعني اول مره تشارك فما فيش انسجام قد كده، فان شاء الله مع الوقت هنوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله، ونحقق كل اللي احنا عايزينه، ويعني ابراهيم نضاي ما شاء الله عليه بدايه كويسه ليه.